مساء الخير من بيت الديرة. نستفتح فلوق اليوم بالكبسة الفنانة هذه، قدور الضغط الألمانية، والله هي تضبط لكم الكبسات. بعد الغداء أخذت لي كوب شاهي ونزلت أطمن على أحوال الحيوانات في الحوش، وكلهم مبسوطين وما عليهم خلاف. بعد ما تطمنت عليهم رجعت دخلت جوا وشغلنا شريط طرزان. تذكرون طرزان حق سوني ون؟ ذكريات مرة. وبعدها على العصر طلعت أجهز كيكة بروح عصرية عند أمي، بسوي كيكة الرمل، علبة زبادي وفي نفس العلبة سكر وفي نفس العلبة زيت وثلاث بيضات وفانيليا، وأخلطهم كلهم في الخلاط. ما بين تنخلط على جنب حطيت علبة وثلاث أربع دقيق وملعقة بيكنج باودر. بالله شوف الملعقة، أنا متأكدة ملعقة أهلا وسهلا هذه كانت موجودة في كل البيوت. نزلت الخليط على الدقيق وحطيتهم في صينية مدهونة بزيت وعلى الفرن. ما بين تستوي الكيكة طبعا حمست السميد، أحمسوه لحد ما ياخذ لون الرمل زي كذا. بعد ما استوت الكيكة طلعتها ومباشرة حطيت عليها حليب مكثف. حطيت تقريبا ثلاث أرباع العلبة، إذا ما تبغون حلاها مرة قوي حطوا نص العلبة كفاية. وبعدين حطيت السميد المحموس من فوق وكذا صارت جاهزة. غلفتها ورحت جهزت كذا على السريع وجهزت عيالي وإلى بيت أهلي. عاد صراحة ما بيني وبين بيت أهلي إلا خطوتين بس أتكاسل أمشي، وهنا وصلت بيت أهلي. بيت أهلي الدافئ والحنون، وهنا أمي الله يطول بعمرها تقطع وتجهز الكيكة، ما زانت إلا من تقطيعها وتحضيرها. ولازم طبعا أطلع وأخذ جولة في حوش أهلي أطمن إيش تغير وإيش ما تغير. وبس سلامتكم، كان هذا فلوق اليوم.